بالتعادل 0-0 في أنفيلد، رجع ريال مدريد لنص نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة من 2018. في المقابل ودع ليفربول البطولة، لكن بعد ما كلوب قدر يصحح أوضاعه بعد مباراة ذهاب كارثية. وأحد أهم أسلحة ليفربول كان محمد صلاح بتحركاته الذكية. فتعالوا نشوف تفاصيل المعركة التكتيكية بين الفرعون المصري ودفاع ريال مدريد. بقيادة مديره الفني يورجن كلوب، بدأ ليفربول المباراة ب4-3-3. الناحية التانية بدأ ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان المباراة برضو ب4-3-3. ليفربول بدأ المباراة بالضغط العالي المعتاد ب4-3-3 لمنع ريال مدريد من بناء اللعب والتدرج بالكرة. كان هدفهم أولاً منع كورتوا من التمرير العرضي للمدافعين، وبالتالي كان بيلجأ للكرات الطويلة اللي بتوصل سهلة للمدافعين. وثانياً كان إجبار ناتشو على استخدام قدمه اليسرى وتوجيهه ناحية الخط، وهناك يقدر الفريق يقطع الكرة في مناطق متقدمة أكثر. لما ريال مدريد كان بيخرج بالكرة ويوصل للتلت الثاني، كان ليفربول بيتحول ل4-1-3-2 بكتلة متوسطة. وأول ما يقطعوا الكرة بفضل ثلاثي الوسط وفيرمينو اللي بيسقط معاهم للمساندة، كانوا بيمرروا كرات طويلة لماني في ظهر فالفيردي لوضعه في موقف 1-1 مع ميليتاو. وبالفعل وبفضل الفكرة دي قدر ماني يحط صلاح في موقف خطير أمام كورتوا للتسجيل، لكنه ما نجحش. ليفربول قام ب15 محاولة لافتكاك الكرة ونجحوا في 13 منها، على عكس ريال مدريد اللي عمل 26 محاولة نجح في 9 بس. ده طبعاً بالإضافة للصراعات الهوائية اللي معظمها كانت من نصيب ليفربول. ليفربول حاول طوال الوقت يضع صلاح في مواقف مريحة في الحالة الدفاعية. الفريق قدر يسد الثغرة اللي كانت موجودة في مباراة الذهاب عن طريق ميل فابينيو وسقوط فيرمينو عشان يساعد أرنولد وفينالدو. أثناء امتلاك ليفربول للكرة كانوا بيحاولوا يستغلوا دايماً الجبهة اليمين. فينالدوم كان بيتمركز في نص المساحة ويسحب مع ناتشو، وصلاح كان بيتنقل بين الوقوف على الخط والدخول للعمق. أثناء وقوف صلاح على الخط كان بيسحب معاه ميندي لبرة عشان يخلق مساحة كبيرة بينه وبين ناتشو يقدر فينالدوم يجري فيها، خصوصاً إن فيرمينو كان بينزل يساعده ويخرج كروس برة تمركزه، وبالتالي مسار التمرير كان واضح. أما أثناء تحركه من الخط لنص المساحة ومروراً للعمق، فكان ميندي ملازم ليه، ونتيجة لده كان بيسيب مساحة كبيرة في الطرف. ومع دخول فينيسيوس للوسط أكتر في الحالة الدفاعية، قدر أرنولد ينفذ عرضيات بشكل مريح لفيرمينو وماني اللي كانوا بيتمركزوا داخل منطقة الجزاء وهم في موقف 2-2 مع ميليتاو وكاسميرو اللي بيرجع يغطي. الأمر اللي خلى أرنولد أكتر لاعب يلعب عرضيات في المباراة ب17 عرضية، تلا روبرتسون ب8 ثم ماني ب6 عرضيات. تحركات صلاح ما كانتش عاملة إزعاج لمندي بس، لكن كمان لناتشو، فوجود لاعب بقيمته كان كفيل لفتح مساحات كبيرة لزمايله. في الشوط الثاني وبعد ما كلوب غير الطريقة من 4-3-3 ل4-2-3-1 بدخول جوتا وألكانتارا بدلاً من ميلنر وكاباك، تمركز صلاح مال أكتر لنص المساحة اليمين والعمق، وبالتالي كان ناتشو بيضطر يخرج يقابله بحكم طبيعته الاستباقية تجاه الكرة، الأمر اللي نتج عنه مساحة مركزية لفيرمينو اللي بالمناصفة مع صلاح كان أكتر لاعب يسدد ب4 تسديدات. وجود صلاح كان فعال كمان أثناء تحولات ليفربول واستغلال قدرات أرنولد وفينالدوم على الجري بالكرة وقطع مسافات طويلة فيها. دور صلاح كان مهم جداً في منظومة ليفربول للوصول لمرمى كورتوا رغم عدم تسجيله في النهاية. سدد 4 مرات، منهم 2 على المرمى كانوا قريبين من الدخول، عشان يكون عدد الأهداف المتوقع 1.23 لليفربول، منهم 1.3 من اللعب المفتوح مقابل 0.76 لريال مدريد.